بسم الله والحمد لله، بسم الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اجعلنا خارجين عن نطاق الهذيان والهذاءات، امين يا رحمة. اما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورحمة. ناخذ الآية، هي البقرة تحدث ما شاء الله، تحدث على كيفاش بني صهيون معناها كانوا يحبوا يبعدوا على الأخذ بأسباب كشف الحقيقة، من قتل وما يساعدهمش، من قتل غير من قتل يخافوا لو يطبقوا أمر الله من أولها لا يفتضح كل واحد منهم، يقول أنا سأفتضح، وهم شاكين حتى في روحه، يعني من المصائب الكبرى. اللي أكثر ناس شك في أنفسهم هم الذي كانوا أكبر تعدي على حرمات الله، يصبر ما لا يجوز. الله فقير ورحمه أغنياء، ربي له ولا بد أن يكون له ابن وهو عزير ولا مجر، يعني بطبيعة الأمر اللي عندهم سعة الرقعة واليوم متمردين على المولى مش يكونوا شاكين في روح. إذا رفضهم من أسرار الرفض ولا التلكؤ، ولا يقول لك العام يقول لك كركر، ما حبوش يطبقوا من البداية من أول الأمر حتى يقول الوصف الفلاني والعمر الفلاني ولا مجرى، فهما في عمهم. السورة هذه بهذه القصة تبين لك اللي بني صهيون غافل، اللي صدقوا ولا يحط يده في ايديهم ولا يخدموا، خاصة الكرب يخدمهم بكل مذلة وكل تبعية والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، ولا بلية يا رحمن يا كريم.